هنا قليلا تنطلق الموجه، الحكم يطلق صافره بدايه المقابله التي تجمع ما بين اغياد القنيطري والمتصدر ترتيب الجمعيه الرياضيه مارتين. المواجهه تندرج في اطار الجوله العاشره من القسم الوطني الثاني الدوري المغربي فوتسال شطر الشمال. كانت قويه مباشره من لاعب مارتين، لكن العارضه مرات اخرى كتبقى حمزه بزيزي من تلقي الهدف الاول في هذه المقابله. هذه كان خطا في التغطيه من لاعب الرياضه، تمس صالح الجمعيه الرياضيه مارتين بسرعه جميله، لكن تدخل موفق من الحارس حمزه بزيزي دائما عند لاعب الجمعيه الرياضيه مارتين عند عثمان دحان، وكيخرج الكره ديالو باش يشوف الزميل ديالو يسيطر على الكره ديالو، كيبحث على التسديد، كيبحث على التسديد المباشر وتصدي جميل. وائل زقوقي سدد الكره بشكل مباشر وقوي، وتصدي كان جميل من الحارس لامين الشودان، رجع بسريع من عثمان دحان. عزيز ياسين كيسيطر على الكره ديالو عند وائل زقوقي، دائما عند لاعبي مارتين كتحوش كيتقدم الكره ديالو، كيتقدم كيسددها وتصدي جميل. كانت تسديده مباشره من يوسف حشحوش، لكن التصدي كان اجمل من الحارس لامين الشودان حارس الجمعيه الرياضيه مارتين. الكره مقطوعه كتخرج تمستين، كيلعبها عند الزميل ديالو الحارس حمزه بزازي، لعبه طويله عند سفيان بيض. سفيان بيض تشاف هدف جميل، هدف جميل من غياب قنيطري. حمزه بزازي لعبه طويله عند سفيان بيض، سفيان بيض في المكان المناسب وراسيه جميله، والهدف الاول لصالح غياب قنيطري على بعد دقيقه من نهايه الشوط الاول. اذا دقيقه 19 من المواجهه، رياض القنيطري كيف تسجل هدف دون مقابل براسيه جميله وبديعه من لاعب سفيان البيض. كانت تمريره طويله من حمزه بزيزي، وسفيان البيض كيتموقع في المكان المناسب وراسيه جميله كتعطي التقدم لصالح رياض القنيطري. كما قلنا وكما تحدثنا رياض تقطع الكره في المكان المناسب دائما عند لاعبي مارتين، وتصدي في المكان المناسب من حمزه بزيزي. قتاليه من لاعب الرياض دائما عند وائل زقوقي. وائل زقوقي يبحث عن التسديد المباشر وكتمشي ضربه مرمى لصالح رياض القنيطري. مقطوعه خطا دفاعي من لاعب رياض القنيطري، لكن تصدي جميل من الحارس حمزه بزيزي. كان خطا دفاعي من لاعب رياض، لكن حمزه بزيزي في المكان المناسب وبلا تصدي جميل كيبعد على وي محمدي، كيتمكن من المراوغه، كيتمكن من المراوغه كيسددها مباشره، والحارس حمزه بزيزي كيبعد على خطا المرمى ديالو. حمزه بزيزي دائما تعلق مصانف في الحفاظ على نظافه الشباك ديالو في هذه المقابله هذه، متميز كما جرت العاده. مشات عند عدنان اوداهي، عدنان اوداهي كيسددها مباشره، وحمزه بزيزي حمزه بزيزي نجم المقابله. كيبعد الخطر ديالو مره دائما جدار الامان بين هذا رياض القنيطري. تصديات جميله من الحارس حمزه بزيزي تتم المقابله، ضربت 10 امتار لصالح الجمعيه الرياضيه مارتين. عبد الله الداوودي كيتقدم في هذه اللقطه هذه، والهدف وهذا التعادل، هذا التعادل لصالح الجمعيه الرياضيه مارتين بالدقيقه 34 من المقابله. ضربت 10 امتار عبد الله الداوودي كيبارى لها بنجاح، وكيعدل النتيجه لصالح الجمعيه الرياضيه مارتين في مواجهه نادي رياض القنيطري. اذا في 39 34 من المقابله التعادل ما بين نادي رياض القنيطري والضيف ديالو الجمعيه الرياضيه مارتين. دائما الكره عند مارتين ونادي رياض القنيطري. هذا خطا غير مباشره وخروج موفق للحارس حمزه بزازي اللي كيبعد الخطا على المرمى ديالو، وبالتالي دائما التعادل الايجابي. هدف لمثله ركنيه قطعه من يوسف حشحوش جات عند سفيان بيض لاعب الرياض. احتجاجات من لاعب الرياض على الكره، دائما عند لاعب الرياض اتجاه سفيان بيض. سفيان بيض غيلعبها في شكل قوي. ترجمة
اول حاجه بعدا نشكر قناه الفجر على الوكاله اللي التغطيه هذه اللي تدير وشكركم. وكما شتي كانت مقابله قويه، لاعبين مع اول فرقه هي جمعيه مارتين اللي هي الاولى في الترتيب. وتنشكر الدراري على هاد القشاليه اللي داروا، والحمد لله على كل حال جبنا طروبو. ضروري بالتدريبات اللي تنقوم وتنزيد شويه من عندي باش نكون في المستوى، نحاول نعاون الدراري. تنشكرهم حتى هما على هاد القشاليه اللي داروا اليوم باش جبنا طروبو الحمد لله. بطبيعه الحال فالمباراه كما قلتي فهي كانت صعيبه. الكرة كرة القدم ما كتحكمش على اللي في مؤخرة الترتيب ولا في مقدمة الترتيب، الكرة كتحكم في الميدان. ففريق يعني من أسفل الترتيب كان غي يربح هنا فريق ديال الأسبوع الطولايطري، ولكن على العموم فريق بكل صراحة ما كناش حنا بديك المستوى ديالنا، باقي كينتظرنا عمل. واليوم الهزيمة أثرت شوية شيئا مع اللاعبين، ولكن على العموم حنا مازال كينتظرنا عمل إن شاء الله، وباقي غنسيروا البطولة إن شاء الله بواحد العزيمة وواحد القوة. ونتمنوا من الله يعني يكون الدورة المقبلة في صالحنا، ومبروك على الفريق النادي القنيطري على الفوز اليوم. بالفعل فجميع المسؤولين ولا الفعاليات ديال المدينة كي يعني عندهم واحد الطموح باش يكون هذا الفريق في القسم الوطني الاول، وحنا الحمد لله كذلك كنشتغلوا على هذا البروجي هذا، وحنا مازالين مع في بوديوم ومازالين مع الفرق المتقدمه اللي في المقدمه. وان شاء الله هذا العام هذا غنعازمين باش نحققوا ان شاء الله المنتقى ديال جمهور مدينه مرتين. وهنيئا جميع الفرق، ونتمنى من الله الخير للجميع.